من ضمن الرحلات والجولات نحن الحين في منطقة اللي هي المعابد الخاصة في التايلانديين، راح نصور المعابد هنا. بس أهم شيء لازم تعرفون في تصوير المعابد إن لابد إنك أول شيء هذه ديانتهم، ولا تحاول إنك تستهزأ أو تسوي أي شيء خطأ. الشيء الثاني في أماكن ما يسمحون لك تمشي وأنت لابس أي نعال، فهاي قوانين ولازم تحترمها مثل عاداتهم مثل الأشياء اللي في ديانتهم، فخلك بعيد عن هالأمور. أهم الأشياء للمصورين، أنت الحين جاي تصور معابد راح تحتاج إلى عدسات العريضة جدا اللي هي الوايد أنجل 16 إلى 35 إذا كنت تستخدم كانون، أو حتى خذ سيجما تأخذ اللي هو إذا عندك سنسر اللي هو الكروب ممكن تأخذ 10 إلى 22 وما شابه. كل ما كانت العدسة عريضة كل ما أخذت أنت الزاوية زينة وخذت لك أنجل مختلف أو يعني لقطة تكون مميزة. الشيء الآخر اللي لازم تنتبه له في التصوير أنك هني ما راح تبدل كل شوية عدسات، هذا واحد. الشيء الثاني فتحة العدسة أنصح وبشدة دامك برع تستخدم اللي هو ما بين 5.6 إلى 8. الاي اس او بإمكانك تخليه أوتو ولكن محدود ما بين 100 إلى 400، إنه ما يزيد على 400. ليش؟ أنت قد تدخل أماكن فيها ظل وأثناء التصوير تلقى الاختلاف عندك. استخدم الاي في أو الاي حسب كاميرتك لأنه راح يحدد لك سرعة الشتر. هذه أهم النصائح ونبدأ جولة التصوير الحين. الشمس كانت صراحة قوية خصوصا تصوير من برا، ما شيء غير وايد، لكن ان شاء الله تكون نتائج طيبة. هذا المعبد انا صورته يمكن في رحلة كانت 2008 او 2009 تقريبا، نفس المكان، واذكرني صورت بالكاميرا اللي هي نيكون 300 D300، والعدسة كانت سيجما 10-20. اليوم ارجع من اول جديد، اكيد راح اشوف فرق بين تصويري اللي كان قبل تصوير اليوم. اخذت نفس الانجل بس كانت من هاي الزاوية، ان شاء الله نجرب بعد نصور للذكرى.